شفتنا وتختم لنا اللقاء بدعاء اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك صل يا ربنا على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم أيدهم بمدد من عندك اللهم أمدهم بمدد من عندك أمدهم يا ربنا بعدد من الملائكة مردفين، وبعدد من الملائكة مسومين، اللهم انصرهم على اليهود القاتلين الغاشمين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. ثبت يا ربنا الارض من تحت اقدامهم، زلزل يا ربنا الارض من تحت اقدام عدوك وعدوهم، اللهم اجعل اسلحتهم على اليهود نارا، اللهم اللهم اجعل أسلحتهم على اليهود نارا، واجعل دم الأطفال والنساء والكبار على الصهاينة وبالا، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، اللهم سلط عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين، اللهم سلط عليهم سيف انتقامك يا رب العالمين، اللهم انتقم لإخواننا المستضعفين، اللهم, انتقم لإخواننا المستضعفين اللهم, انتقم لإخواننا المستضعفين اللهم انتقم انتقم لهم يا أكرم, يا اكرم الاكرمين بقوتك, بقوتك يا قوي يا متين صل اللهم على سيدنا محمد والحب الله منا ومنكم يا رب العالمين جزاكم الله خيرا نورتونا وشرفتونا في هذا اللقاء حبيع.